نختم ملف الترشح لأنه كان ملفات أخرى سنتطرق إليها، ولكن كان مجموعة نقاط، مثلا نقطة نظامية، البعض ينتقد سيد منصرة على أنه استبق الأحداث وترشح قبل المؤتمر. هنالك يعني في لوائح الحركة ما يقول بأنه يجب أن تعلن ترشحك الرسمي في المؤتمر، ولكنك استبقت الأحداث، وهذا جعل البعض يمتعد وداخل الحركة، وجعل البعض ينسحب من الترشح ربما لأنه قال لن أقف في وجه منصرة الآن. فنقطة نظامية هذه، ما رأيك فيها بالتحديد؟ لا هو دائما القوانين تخضع إلى قراءات، والقراءات هي تعبر على الحالات حيرة النفسية للقراءة. أنا مش هذا أول مؤتمر، مش هذا أول ترشح. أنا كل مؤتمرات من 2003 المرشحين معروفين من قبل ويتحدثون في الإعلام، ليس جديدا، ولم تكن مشكلتنا في وجود مرشحين قبل المؤتمر حين بستة أشهر. والقانون يتحدث على الترشح الرسمي مش يكون في المؤتمر، لا، يكون في مجلس الشورى الذي يعقد في نهاية أشغال المؤتمر. نجيب لك مثال، احنا قانون الانتخابات التشريعية ولا الرئاسية، أي واحد من حقه يقول سأترشح للرئاسيات القادمة، أي حق أي واحد يقول الكلام هذا إذا توفر فيه الشروط. ولكن هذا الإعلان وهذه النية ليس لها معنى إلا لما توفر الأجال التي تعتمد الترشح بشكل قانوني. هل فيه قانون ولا فيه سمعنا احنا واحد أنكر عليه لماذا أنت أعلنت الترشح قبل الأجل؟ كل الناس تترشح قبل الأجل. إنما العبرة أين؟ العبرة أن نلتزم بالأخلاق، أن نلتزم بالأداب، نلتزم باللوائح أيضا. لا اللائحة، لا اللائحة، اللائحة لا تمنع، يعني يقول فيها يعني قراءة ثانية. لا ما فيش قراءة ثانية، هي القراءة الوحيدة، لأنه نفس المادة هذه موجودة عندنا من يوم التأسيس الحركة من حدود 90. طيب قلت لي في مجلس الشورى في ختام المؤتمر هذا الترشح الرسمي، وما فعلته سيد منصر؟ أعطيك فرضا أنا أعلنت الآن ترشح، مثل ما كل المراحل كانوا مرشحين معروفين ويتكلموا، لو غدوا في المجلس أنا ما تقدمش لا أعتبر مترشح، متى تصبح أنت مترشح؟ يعني قلت مثل الرئاسيات، في اليوم اللي تحط الملف نتاعك طيب في اللجنة، قبلها كلها نية أو جهد، أوكي. إنما رسميا في الأجل، هذه نقطة داخلية، أوكي. وهذه قاضي داخلية، ولكن لا يوجد هناك منع على الإطلاق، ممتاز. حق الجميع، وكل عرفنا أن الترشح 2018 الناس مش عارفة شكون من المترشحين، 2018 13 2008 حتى قبل المؤتمر، قبل المؤتمر بستة أشهر أحيانا، أوكي. أحيانا خمس سنوات الناس ما عارفين اللي فلان سيترشح.